صدق اللي قال كلمة الحق هي اللي بتمشي في الآخر، وده اللي حصل في قصة فيلم الفنان أحمد حلمي الجديد واللي كانت هتنتجه للسعودية، ورجعوا في كلامهم بعد ما السوشيال ميديا اعترضت على قصته. ما هو ما يصحش برضو اللي حصل ده، محدش يقدر ينكر دور السعودية الفترة اللي فاتت في إنتاج أعمال فنية ضخمة ومهمة وحققت إيرادات كبيرة، على رأسها طبعا فيلم ولاد رزق القضية. الفلوس اللي اتصرفت على ولاد رزق كانت كفاية إنه ينجح جوه وبره، وتخلي بقية الفنانين واثقين إنهم لو سابوا نفسهم لهيئة الترفيه هتفتح ليهم مجال في الإنتاج ملوش نهاية. فعلا أعلن المستشار تركي الشيخ عن عدد من الأفلام المصرية اللي هينتجها الفترة الجاية، منها الفيل الأزرق الجديد، فيلم الست اللي هتقدم فيه منى زكي شخصية كوكب الشرق وأم كلثوم، وغيرها وغيرها من الأعمال اللي هيكون عنوانها الانتاج الضخمة. كل ده ما فيهوش مشاكل، اللي عمل مشكلة بقى هو فيلم النونو واللي كان هيقدمه أحمد حلمي. كان هو المستشار متحمسين ليه جدا لغاية ما جمهور السوشيال ميديا زعل منهم جامد. ده ليه بقى؟ أقول لكم القصة اللي انتشرت عن فيلم النونو هي إنه بيحكي عن نصاب مصر بيضحك على الحجاج والمعتمرين في الأراضي المقدسة، بيسفرهم وياخد فلوسهم ويروحوا هناك يقابلوا الفنكوش. في الوقت اللي طلعت فيه أخبار الفيلم الجديد كان لسه موضوع الحجاج اللي سافروا وضحك عليهم من شركات سياحة ما خدوش فيزا صحيحة منتشر جدا وراح ضحيته ناس كتير، فبقى ما يصحش اننا نضحك على احزان الناس. كمان جمهور السوشيال ميديا كان شايف انه اشمعنى نصاب مصري يعني، طب ما هم يردوا يبقى النصاب ده سعودي، حاجه كده من باب اطرده لنفسك. من وقت ما الناس زعلت من القصه دي وكتبوا بوستات وتعليقات كتير عن الموضوع، ما طلعش حد على ولا تركي الشيخ ولا احمد حلمي، حتى الفنانين ما عرفوش يدافعوا عنه في القصه دي، لغايه ما شاهد من اهله وخرج المستشار تركي الشيخ في بوست فجأة كشف فيه تعليق الفيلم وإعادة النظر في قصته وتفاصيله وكل حاجة تخصه، وكتب بالنص: نظرا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية، فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي تم الإعلان عنها أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعنى، كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المعلن عنها مسبقا طموح المشاهد العربي. الكمان يأتي هذا القرار رغبة في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، ملتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. الحقيقة هذه لفتة كويسة من المستشار، واللي كان ممكن يدافع ويقول مش مقصود ويصر على قصة الفيلم، خصوصا إن هو المنتج وله حرية التصرف، بس التأكيد على احترام مصر وفنانينها وشعبها كان نقطة مهمة جدا، وده اللي خلى الناس مستنيا منه. مفيش مشكلة تنتج وتزود مستوى السينما المصرية والعربية كمان، بس هنطلع المصريين نصابين عيب برضو. الفنان أحمد حلمي من النوع اللي مش بيرد ولا بيعلق ولا بيبقى له ظهور على السوشيال ميديا إلا في الهزار والضحك والتيك توك، لكن زي عادته اتعامل مع الموضوع ده بتجاهل كبير، ومش قادر أحدد الحقيقة هو موافق في الخطوة دي ولا لا. عموما هنشوف الفترة الجاية هتبقى إيه قصة فيلم النونو، وهتتغير القصة فعلا ولا هيبقى مجرد تعديل بسيط في الأحداث؟ طب هو النصاب كده جنسيته هتبقى إيه؟ في موضوع وقضية كتير ممكن نناقشها في السينما، وقصة الضحك على الحجاج وسفرهم بدون فيزا دي نقطة مهمة جدا، وقضية حقيقية كانت محتاجة تدخل من زمان، فلما تتعالج لازم تبقى شفافة وحقيقية وقصتها ما تجرحش حد. قولوا لي بقى في التعليقات هل هتحبوا تناقشوا قصة زي دي، هتبقى ايه هي زاويتها، ولو الفنان احمد حلمي هو اللي هيكمل ويقدمها فعلا يعملها ازاي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.